أعداد الإصابات والنسب المئوية لأعمار المصابين بمرض فيروس كورونا في تركيا. مرحبا أصدقائي، وياكم حارة المهندس. بهذا الفيديو راح نتكلم على أعمار المصابين بمرض فيروس كورونا والنسب المئوية للمصابين في جميع أنحاء تركيا. مثل ما وضحت لكم بالفيديو السابق أنه حاليا مرض فيروس كورونا في تركيا بدأ يرتفع قليلا عما كان عليه في الشهر السابق أو الشهر اللي قبله. حاليا الإصابات يعني عبرت 1700-1800 إصابة يوميا، وكانت في السابق وصلت إلى 800 أو 900 إصابة. مثل ما راح تطلع لكم هنا أنا أمامكم، راح أقرأ لكم نسبة الإصابات أو عدد الإصابات أو الإحصائيات الأخيرة لهذا اليوم، واللي كانت هي تم فحص 107 ألف شخص. يعني حاليا تقريبا صار لهم أسبوعين أعداد الفحص اليومية تتجاوز 100 ألف فحص، وتم اكتشاف 1500 حالة إصابة مع 58 حالة وفاة. في الأشهر السابقة كانت حالات الوفيات توصل ل 17 19 20، حاليا أيضا ارتفعت أعداد الإصابات وأعداد الوفيات. حاليا أعداد الفحص الكلي تجاوزت 8 مليون شخص، يعني تقريبا بنسبة 10% من السكان أو النسبة الكلية للسكان الموجودين في تركيا تم فحصهم حاليا. وأيضا أنا وضحت بالفيديوهات السابقة أنه حاليا من أخطر الأماكن الموجودة في تركيا وأخطر المدن هي مدينة أنقرة، وأنا نصحتكم ودا أحاول كل فيديو أنه أذكركم بهذا الشيء، عسى ولعل أنه إن شاء الله أنه تبتعدون عن هذا المرض وتحافظون عن نفسكم بصورة أكثر. وحاليا أيضا ارتفعت الإصابات في الولايات التالية اللي هي وان، موش، هيكاري وبيتلز. هاي الولايات أيضا تشهد ارتفاع بالإصابات، بالإضافة إلى أنقرة وإسطنبول حاليا يعني شوية تنخفض بها أعداد الإصابات، ولكن أيضا لازم تظلون محافظين على نفسكم. وهسه راح أذكر لكم نسبة المصابين بمرض فيروس كورونا، كذلك أعمارهم وأعدادهم بالتسلسل. نبدأ أولا ما دون ال 15 عام، هناك 18563 حالة إصابة بما يعادل نسبة 6.9%. ما بين ال 15 وال 24 عام فهناك 37456 حالة إصابة بما يعادل نسبة 13.9%. والنسبة الأكبر من الإصابات كلها هي ما بين ال 25 وما بين ال 49 عام. وهاي فد رسالة للناس اللي يقولون إحنا شباب وإحنا ما نتأثر. يعني حاليا معدل الإصابات أو معدل الأعمار انخفض. حاليا أغلب الناس اللي ينصابون هم ما بين ال 25 عام وما بين ال 49 سنة، وأعدادهم هي 133,078 حالة إصابة بنسبة 49.4%. يعني نص حالات الإصابة بالضبط هي لمعدل الأعمار بين ال 25 وبين 49 عام. فيا أخوان حافظوا على نفسكم، يعني حتى إذا أنتم كنتوا شباب كنتوا بقوتكم وبصحتكم، هذا المرض ما يعرف لا عمر ولا يعرف جنس ولا يعرف أي شيء. فحاولوا أنه تحافظون على نفسكم، تحافظون على الإجراءات الوقائية، الماسك مالتكم، التعقيم، وأهم شيء أنه تتركون المسافة الاجتماعية. وحاليا نجي لأعمار ما بين ال 50 وال 64 عام، الإصابات هي 50,303 حالة إصابة بنسبة 18.7%، واللي هي تعتبر ثاني أعلى إصابة بعد الأعمار اللي هي بين ال 24 و 49 عام. وما بين ال 65 و 79 عام فأعداد الإصابات هي 23,358 حالة إصابة بنسبة 8.7%. وفوق ال 80 عام فهنالك فقط 6,791 حالة إصابة بنسبة 2.5%. يعني هذا فالدليل على انه الناس اللي يقولون احنا يابا اعمارنا صغيره احنا ما علينا شيء، هذا المرض يصيب بس الكبار، الشباب ان شاء الله يطلعون منها. هذا المرض ما يعرف لا شاب ولا كبير ولا صغير ولا طفل ولا اي شيء. هذا المرض يعتمد بقى انت ومناعتك وقوه جسمك اذا قدرت تقاوم المرض او لا. فحاولوا انه تحافظون على نفسكم وتلتزمون بالاجراءات المتبعه للوقايه من هذا المرض. وهسه ايضا راح اذكر لكم اعداد الوفيات، يعني الاعمار كل عمر وعدد الوفيات اللي صار به. حاليا ما دون ال 15 عام توفى منهم 12 طفل، طبعا الله يرحمهم جميعا. ما دون من ال 15 عام الى ال 24 سنه توفى منهم 10 اشخاص، من 25 الى 49 سنه توفى منهم 397 شخص، ومن 50 الى 65 سنه توفى منهم 1416 شخص. ده تصعد النسبه كل ما يصعد عمر الانسان، فمناعته تقل،
يعني هذا المرض ياخذ الشيء الكثير من الانسان، من قوه الانسان. فالانسان الكبير بالعمر دائما ما يكون مناعته تكون اقل من الشاب، لهالسبب اعداد الوفيات تكون دائما بالاشخاص الكبار بالعمر. ولهالسبب ايضا انتم لازم تحافظوا على نفسكم، يعني انت اذا ما كنت خايف على نفسك خاف على اهلك، على اصدقائك، اقربائك، اجدادك، الناس المقربين منك اللي هم اكبر منك بالعمر، حتى ما تصيبهم بهذا المرض. ومن عمر 65 الى 79 سنه اللي هي النسبه الاكبر، توفى منهم 2741 شخص، و80 سنه وما فوق توفي منهم 1750 شخص. يعني هاي الارقام باستثناء ايام الوفيات الاخيره، يعني في الاسبوع الاخير او الاسبوعين الاخيره. الله يرحمهم جميعا ويرحم جميع الاموات يعني بسبب هذا المرض اللي ما اعرف من وين اجى، ولكن ان شاء الله هي هاي حكمه رب العالمين وما نقدر نعترض على بس ان شاء الله يا رب العالمين انه يخلص هذا الشيء عن قريب، والكل ان شاء الله يكونون بخير وبصحه وبسلام. طبعا في نهايه هذا الفيديو احب اذكركم بالقرارات اللي صدرت واللي ذكرتها بالفيديو السابق. حاليا في جميع المدن التركيه، 81 ولايه تركيه، ممنوع تطلعون بدون كمامات في اي مكان كان. يعني هسه مثلا يجوز اني مثلا مرات اطلع ما مثلا دا امشي بالشارع قريب البحر مدى البس الكمامه، ولكن في اي لحظه اذا كانوا اكو انضباطيه او الشرطه اللي يفتشون على هاي الامور ممكن يغرموني. وهذا السبب اقول لكم انه انتم حاولوا تلبسون الكمامات خصوصا في الاماكن المزدحمه، الاماكن اللي يعني بيها ناس هوايه، حتى تحافظون على نفسكم وايضا حتى تتفادون الغرامه. الغرامه حاليا هي 900 ليره تركيه، والكل مشمولين في جميع المدن التركيه، يعني في اسطنبول، في ألانيا، في انطاليا، في غازي عنتاب، في وان، في انقره، في سامسون، في كل الولايات والمدن التركيه. وايضا تم اصدار قانون انه ممنوع انه بعد تصعد بالباص يعني وتظل واقف، يعني الباص راح ياخذ فقط سعه الاشخاص اللي قاعدين او المقاعد، بعد ما تمتلي فما راح يخلوك تصعد بالباص. هاي القوانين كلها صدروها يحاولون انه شويه يخففون من الفيروس، لانه يعني بالشهرين الاخيره بدات الاصابات تقل وكنا فرحنا بهذا الشيء. الاصابات كانت مثلا 2000 نزلت لل 1500، وبعدها نزلت لل 1000، بعدها نزلت الجو حاجز ال 1000 نزلت لل 700 او 800 او 900. يعني قلنا ان شاء الله راح تنزل بعد اكثر لل 400 300 اصابه، ولكن مع الاسف بسبب عدم التزام الناس بالقوانين، الاعراس اللي بدأت تصير، الناس يروحون وخصوصا بالعيد يروحون يزورون اقربائهم، يروحون يزورون اصدقائهم، ويعني عافوا كل هاي الامور. مثل ما تعرفون قبل فتره كان اكو احكام في تركيا مغلق، يعني تركيا كانت مغلقه، منع تجوال دائما خصوصا في الولايات الكبرى، فالناس صارت عندهم فد رده فعل من هذا الموضوع. بعد ما خففت الحكومه التركيه القيود بدأوا يطلعون، بدأوا يعني ما يديرون بال لكل هاي الامور، ومع الاسف هي هاي النتيجه، النتيجه سيئه، النتيجه انه الاصابات رجعت ترتفع. هذا الشيء يعني اذا ما سيطروا عليه ممكن نرجع لموضوع الاغلاق مره ثانيه، وممكن انه يصدرون مواضيع او يسوون فد قرارات وقوانين جديده حتى يكافحون هذا الشيء ويحاولون يقللون من هذا المرض. وبنهايه هذا الفيديو اتمنى ان شاء الله يكون يا ربي ما طولت عليكم، اتمنى ان شاء الله كلكم تكونون بخير اينما تكونون، منين ما تشاهدون هذا الفيديو. ان شاء الله يا ربي انتم عوائلكم كلكم بخير، بس حاولوا تحافظون على نفسكم، اذا مو لخاطركم فالخاطر اهلكم والناس الكبار بالعمر. حافظوا على نفسكم، اتبعوا الاجراءات الوقائيه، يعني خلوا مسافه اجتماعيه، اذا انتم مرضى حاولوا تعزلون انفسكم عن اهلكم، بس خلي نخلص من هذا الوباء وبعدها ان شاء الله ترجع الحياه طبيعتها وترجع كل الامور ان شاء الله بخير. خليكم في بيوتكم، حافظوا على نفسكم، واكيد اكيد اكيد ما تنسون تنورونا وتنضمون لعائلتنا وتشتركون بالقناه وتفعلون زر الجرس حتى كل ما انزل فيديو جديد ان شاء الله يوصل لكم اشعار منه. اشوفكم يا ربي بالفيديو الجاي، سلام.